الحدث مع أحمد القماطي. من جديد تفتح أضواء الحدث لنسلط الضوء على الأحداث، وها هي تحياتي أحمد القماطي ومن بنغازي. لم أنشق، لم أعتقل، لم أختطف ليلا، ولم أنتقل إلى الضفة الأخرى. الحدث، أهلا بكم مشاهدي. بقدرة قادر وسلطان إعلان مبول، تحرك ذباب الإخوان في فضاء العالم الإلكتروني، استمر في طنينه لعشرين يوما، ضخ ذبابهم ما ضخ من كذب، صدق من صدق، لكن العارفين بمعادن الرجال لم يتسلل الشك إلى قلوبهم قيد أنملة. صفحات وهمية تقودها جيوش إلكترونية خرجت كالأفاعي من جحورها، فحولت إجازة طبيعية بعد 3 أعوام من العمل المتواصل، حولته إلى اختفاء قصري في ظروف غامضة. وتلك قصة بوليسية حبكتها ناقصة، حاولوا نقشها كما فعلت الجزيرة القطرية على الطريقة الخاشقجية، لا في قنصلية هذه المرة، بل كما قالوا في غيبات السجون السرية. اليوم عاد الحدث لتبهة مرة أخرى، وسائل أعلام وهمية تشتر الكذب اشترارا، أما نحن فحصلنا على دليل جديد بأنهم كاذبون وفاقدون للمصداقية. المشهد السياسي، ثنائية التعقيد والضبابية، هو عنوان حلقة اليوم من برنامج الحدث. يسعدني أن أستضيف فيها المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عبد الحفيظ غوغ.
المشهد السياسي، ثنائية التعقيد والضبابية. أرحب بضيفي الأستاذ عبد الحفيظ غوغا المحامي والحقوقي، كما سينضم إلي لاحقا أيضا عدد آخر من الضيوف عبر مكالمات هاتفية. أبدأ معك أستاذ عبد الحفيظ، بداية أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، المشاهدين الكرام أهلا بك. دعني أبدأ معك من سؤالك عن رؤيتك أستاذ عبد الحفيظ لطبيعة الأزمة، جذور أسبابها، وبالتأكيد أنت عايشتها، لمستها منذ أيامها الأولى. وللتذكير أيضا نحن تفصلنا ربما يومين فقط على ذكرى ما عرف بإعلان التحرير. من الأفضل أن نتحدث عن المستقبل، يعني نعم، عن الحل، يعني لأن الأسباب الأزمة أعتقد يعني الجميع يعرفها. وأنا يعني أستغرب أنه حتى يومنا هذا، بالأمس كنت يعني في أن أشاهد لقاء أحد المتحدثين يتحدث عن حكم المحكمة الدستورية وكذا، أعاد منها يعني الأربع سنوات مضى. علينا أن ننظر للمستقبل، ما هو السبيل للخروج من الأزمة، كيف حل الأزمة. أنا أقول أن يعني الصراع المسلح أو الحرب، عندما يعني نبحث عن حل عن طريق التفاوض وعن طريق الحوار وعن طريق التسوية السلمية، بكل تأكيد نحن نسير في طريق يعني شاق وصعب، يعني بطبيعة النزاع المسلح، يعني لأن النزاع مسلح معناه نحن نحتاج إلى أن نمضي في طريق عن طريق وسطاء، ولابد من وسيط بين الأطراف طالما يصل يعني النزاع إلى حد الحرب. كان الوسيط الأممي وقادت هذه المفاوضات إلى الاتفاق السياسي الذي أصبح إطارا عاما للحل، والجميع يعني يتحدث في إطار هذا الاتفاق، سواء كان السلطة الشرعية أو السلطة التوافقية أو سلطة الأمر الواقع، الجميع يتحدث عن اتفاق سياسي الذي تم بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة. المشكلة في أي اتفاق سياسي أنه قد يعني يفاقم الأوضاع الأمنية سوءا. لماذا؟ لأن الاتفاق السياسي غالبا يفضي إلى أن كل طرف من أطراف الصراع يحتفظ بما يمكنه من الدفاع عن نفسه، بمعنى أن مسألة السلاح تظل في يد كل الأطراف الصراع، وهذه إشكالية، وهذه غالبا تكون في العمليات التسوية السياسية لأي صراع مسلح، وهذا ما حدث في الحالة الليبية تماما، مع أن من المفترض أن يفضي هذه التسوية تفضي إلى أن يحتفظ أحد الأطراف بالسلاح، بينما الطرف الآخر الذي يتم نزع سلاحه مطلوب منه أن يستمر وأن يعيش في وجود الطرف الآخر الذي يحمل السلاح. من الطرف الذي يحمل السلاح ورفض تسليمه، خاصة أن هذا الاتفاق الذي نتحدث عنه، اتفاق الصقرات الموقع في 17 ديسمبر 2015، هذا الاتفاق بطبيعة الحال له مؤيدوه كما له أيضا معارضوه، لكن الكثير لازال يسأل عن أسباب فشل هذا الاتفاق، وهل تعتقد أنه تمسك الميليشيات بسلاحها فقط هو العقدة الرئيسية فيه؟ لا، لأن نحن كيف نحكم أن الميليشيات تتمسك بالسلاح أو تترك السلاح؟ هو عن طريق ما يتم الاتفاق عليه من خطة وطنية ضمن هذا الوفاق الوطني والاتفاق الوطني لنزع سلاح الميليشيات لصالح الدولة، وهذه يعني فيه تجارب يعني مرة شو قد نتطرق إليها. المشكلة في الاتفاق السياسي، عندما تم يعني إقرار الاتفاق السياسي من قبل مجلس النواب في جلسة بتاريخ 2016، في بداية 2016، في يناير في 2016 أقر وجود الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي واعترف بالمجلس الرئاسي، ولكنه لم يمنح ثقة لحكومة المجلس الرئاسي. هنا كانت الإشكالية. لماذا؟ أنا في تصوري أن أي خطة وطنية لجمع سلاح، أي ترتيبات أمنية بما في ذلك التي نص عليها الاتفاق السياسي، لا يمكن إنفاذها إلا في ظل حكومة وفاق وطني أو حكومة اتحاد وطني. ضروري يعني لا نجعل من مسألة جمع السلاح هو الذي يسبق عملية الحكومة وتمكن الحكومة من مباشرة عملها. لا، يعني هناك من تحدث بأنه ما كان على حكومة الوفاق الوطني أن تدخل إلى العاصمة طرابلس الجماعات المسلحة، هذا لا يكون على الإطلاق. فإن من الذي سيشرف على إنفاذ الترتيبات وعلى حل الجماعات وعلى نزع سلاحها وتسليمها إلى سلطة الدولة هي الحكومة الواحدة. لكن أيضا في هذه الحكومة الوطنية الواحدة المنتظرة كذلك سوف تشارك فيها كل الأطراف السياسية المتجاذبة والمتنافرة. أستاذ عبد الحفيظ، هذه التيارات أيضا لها
أو بعضها على الأقل له أجنحته المسلحة، كيف يمكن أن يسمح هؤلاء وهم داخل الحكومة بقص أجنحتها؟ المشكلة أن ما لم يقيد لحكومة وحدة وطنية أو لحكومة اتحاد وطني أو حكومة وفاق وطني أن تباشر أعمالها وأن تنال ثقة السلطة التشريعية. هذا لم يحدث في الحالة الليبية، وهذا تحمل المسؤولية لكل الأطراف تقريبا بدرجات متفاوتة، تحمل المسؤولية عن عدم إنجاح المساعي الوفاق. لماذا؟ لأن حتى نستطيع أن نحكم على حكومة وطنية هل نجحت أو فشلت في إنفاذ ترتيبات أمنية بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة لصالح سلطة الدولة، هذا لا يتأتى إلا بعد أن تباشر هذه الحكومة مهامها. طبعا الحكومة ولدت منقوصة الشرعية باعتبار أنها لم تحظى بثقة السلطة التشريعية التي تمنحها ثقة وتراقبها وتعد لها البرنامج وتحاسبها. هذا لم يتحقق في الحالة الليبية. وإن حدث فعلا وقام مجلس النواب بتمرير هذه الحكومة، كيف كان سيكون المشهد؟ وخاصة أيضا أنه جزء من هذه الحكومة أستاذ عبد الحفيظ وجزء من المجلس الرئاسي بعض رموز تيار الإسلام السياسي المتهمة أيضا بتشددها. نعم، طالما نشوف نحن طالما ذهبنا إلى التسوية الخيار السلمي، التسوية عن طريق التفاوض والحوار وصولا إلى اتفاق سياسي، وهو ما حصل في الحالة الليبية اعتبارا من عام 2000 من شهر سبتمبر في 2014. هذا ما حصل تماما بمعرفة فريق الدعم التابع للأمم المتحدة والذي تدخل في الحالة الليبية بناء على طلب من الجهة الرسمية المنتخبة ومجلس النواب كما يعلم الجميع. أنا عندما أدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن مثلا كسلطة تمثل المجتمع الدولي هو الخيار الذهاب إلى حوار عن طريق البعثة الأممية، وهذا ما حصل في الحالة الليبية لتتوسع المسألة وصولا إلى الاتفاق السياسي والذي ضم على مسألة أو جملة من الأشياء. نحن طبعا نحمل دائما في الحالة الليبية، وعندما يتحدث الكثير من المحللين يتحدث عن الأمم المتحدة وفشل الأمم المتحدة الذريع. أنا أقول أن الفشل للأطراف الليبية وليس للأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي مسير، هي ميسر للقاء الأطراف، وهي تجمع الأطراف الذين استحال لقائهم بعد أن وصل النزاع إلى حد القتال. الأمم المتحدة ليس لديها إلا عن طريق الحوار، إنما الالتزام الصريح والواضح والدعم الواسع لعملية سياسية تقود إلى إنهاء الفوضى وتحقيق الاستقرار هذا التزام على الأطراف الليبية على طيب. أطراف الصراع. لكن المجتمع الدولي هل هو راغب أستاذ عبد الحفيظ؟ هل تعتقد أنه فعلا يرغب في إيجاد حلول سياسية للأزمة السياسية الليبية؟ أنا أشوف أخي أحمد والحديث المشاهدين لست من القائلين بأن الأمم المتحدة لم تدخل في مسألة إلا وأفسدتها ولا يوجد حل عن طريق المتحدة. لا، يعني شواهد التاريخ تقول إذا خذينا من ستينيات القرن الماضي يعني قبل انتهاء الحرب الباردة، باعتبار أن غالبية النماذج هي بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين في تسعينيات القرن الماضي أو أواخر ثمانينيات القرن الماضي التي شهدت في كوسوف وفي ناميبيا في سيراليون في كثير من مناطق النزاع. ناخذ على سبيل المثال النجاح والمثال الناجح للأمم المتحدة في إدارتها. هي الأمم المتحدة عندها نوعين، يا إما المشاركة في الإدارة كما هو حاصل في الحالة الليبية. الحالة الليبية بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هو يشارك في الإدارة. أنت تلاحظ اجتماعاته مع المسؤولين الليبيين مع الوفاق مع الجهات الأمنية في داخل طرابلس، وخصوصا في الأحداث الأخيرة اللي شهدتها طرابلس كان تدخل واضح في إدارة المسألة. وهناك أن تتولى الأمم المتحدة الإدارة الانتقالية بالكامل، هي التي تحكم الإدارة الانتقالية. هذا كان نموذج واضح كان في آخر دولة يعني انضمت إلى الأسرة الدولية وهي دولة تيمور الشرقية في يعني الدولة رقم 191 في الأمم المتحدة. هذه أدارت الأمم المتحدة المرحلة الانتقالية وكانت نموذج ناجح. قد يكون السبب ليس هو تميز الأمم المتحدة وتفردها في هذه المسألة، ولكن نظرا لأنه لا يوجد في هذه الدولة الصغيرة الإثنيات المختلفة والعرقيات كما هو الحال في كوسوفو عدة قوميات وعدة إثنيات، هذا أجج الصراع. ولكن كان الصراع وإلى أن ولدت الدولة وأدارت في التسعينيات إلى أن وضعت دستور لهذه الدولة والتي تاريخيا كانت غربية وشرقية، جزء لهولندا وجزء آخر للبرتغال وصولا إلى أندونيسيا وصولا إلى الاستقلال التام، أصبح جزء. هذا نموذج ناجح للأمم المتحدة. أما مسألة الإدارة فهي تتوقف إلى حد كبير على الأطراف المحلية، على الفرقاء المحليين، هل عندهم فعلا التزام صريح، هل عندهم دعم لعملية سياسية تفضي إلى حل الإشكالية، هل يعلو المصلحة الوطنية مصلحة بلاد أين تقف وأين تنتهي. هذه هي المسألة. الأمم المتحدة هنا في الحالة الليبية هي مجرد الإدارة، ولكن ليست إدارة الحوار كما أكدت الآن. نعم فقط. نعم. يعني أن تؤكد جزئية معينة، أن تقول أنه البعثة الأممية تشارك في إدارة البلاد وليس فقط في إدارة الحوار.
نعم، هذا يعني الفترة الأخيرة، الأزمة الأخيرة في طرابلس أثبتت ذلك. عندما يجلس المبعوث الأممي ومساعدة للشؤون السياسية مع القادة الأمنيين ومع القادة العسكريين ومع حكومة الوفاق وأعضاء في حكومة الوفاق، وهم الذين يتوصلوا إلى وقف القتال وإلى إخراج الجماعات المسلحة والبداية في الترتيبات، إذن هي شاركت في الإدارة، وهذا في الحالة الليبية أصبحت واضحة وأكثر وضوح وجلاء في طيب الصدام الأخير. واضحة لماذا أستاذ عبد الحفيظ؟ مشاركة البعثة الأممية والسيد غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية في عملية إدارة البلاد وليس فقط في إدارة الحوار، لأنه هذا الأمر يعتبره البعض مسا بالسيادة الوطنية إن كانت متواجدة للأسف الشديد. هل يمكن أن نعزو ذلك لضعف في المجلس الرئاسي؟ ومن خول أيضا البعثة الأممية بالقيام بهذا الدور؟ طبعا الأطراف منحوا هذا الدور، يعني انحصار دور الأطراف الليبية، الأطراف السياسية مثل مجلس النواب على سبيل المثال، أو تقاعسهم عن القيام بدور، هو فسح المجال للبعثة الأممية أن تلعب دورا أكبر. يعني في الاتفاق السياسي لا دور للأمم المتحدة على الإطلاق، دورها يقف عند إنهاء الاتفاق السياسي، حتى المرجعية في حالة أي خلاف هو ليس للأمم المتحدة على الإطلاق، إنما لجسم آخر أوجدته البحث الأممي من خلال الاتفاق السياسي، وهذا واضح في الاتفاق السياسي. ولكن تعثر الاتفاق السياسي، عدم استكمال متطلبات هذا الاتفاق السياسي، عدم تشكيل الحكومة، إلى الآن الحكومة تسير بأشخاص أو ما يسمى مفوضين، يعني أصبح هناك اجتهاد، والاجتهاد هذا يخالف العملية السياسية والدستورية التي كرسها الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي بني على يعني جملة من المبادئ، منها العملية الديمقراطية والعملية السياسية، هذه ضربت في مقتل. لماذا؟ لأن لم يقم الأطراف بما تمليه هذه المبادئ التي مكرسة في الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة في الاتفاق السياسي. إذن أنا أعزي الفشل أولا إلى الأطراف الليبية، أطراف الصراع الليبية، وثانيا إلى الأمم المتحدة التي لم تستكمل استحقاقات. حتى في الفترة التي تنبهت فيها الأطراف الليبية إلى وجوب الحل والمضي في هذا الحل، نجد أن هناك تقاعس من الأمم المتحدة. وأعطيك مثال على ذلك، يعني عندما حدثت اجتماعات في تونس ما بين مجلس النواب وما بين مجلس الدولة في 3 اجتماعات، وقبل أن يخرج المبعوث الأممي تقدم بآلية للخروج من الأزمة في تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة اختيار أعضاء الحكومة. فوجئ هو في اليوم التالي لهذه، بعد أن قدم الآلية، بأن مجلس النواب صوت على هذه الآلية. هنا كان يجب على الأمم المتحدة أن تستمر في العملية مع الطرف الآخر وهو في العملية السياسية وهو مجلس الدولة، ولنخلص من هذه المسألة ونمضي في تشكيل حكومة الوفاق الوطني. لكن للأسف شديد الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا وظلت، وهي يعني هي تفاجأت من السرعة التي أقر بها مجلس النواب هذه الآلية أو اعتمد بها الآلية التي أقترحها المبعوث الأممي شخصيا. هذه مسألة. المسألة الأخرى أكثر أهمية بالنسبة لي أنا في الجانب السياسي، وهي الجانب الأمني والجانب العسكري. يعني أعتقد أن يعني الكثير من الدول تتدخل في الحالة الليبية، وهذا يعني ليس بالخافي. ولكن نأتي مصر على سبيل المثال. مصر بطبيعة الحال في الإقليم، مصر في الإقليم قوة يعني معتبرة في الإقليم، ويهم مصر أن تتحمل مسؤولية في هذا الإقليم كقوة، وهذه بصورة خاصة تتحمل مصر المسؤولية عنها في مسؤولية أمن الإقليم واستقراره. أكثر خصوصية في الحالة الليبية باعتبارها هي الجارة في حدودها الغربية، مصر ليبيا، فلذلك هي اهتمت بأذى. فمصر تنبت إلى الجانب الأمني والعسكري فأخذت أهم مسار من مسارات الحوار والتفاوض، وهو مسار توحيد المؤسسة العسكرية، والذي على مدى أكثر من جلسة الآن، أكثر من عام، مصر أخذت على عاتقها عن طريق قوات المسلحة جمع المسار. وهذا المسار بنجاح هذا المسار؟ نعم، متفائل بنجاح هذا المسار بكل تأكيد. لا يوجد لدينا بديل آخر. إنجاح هذا الحوار هو ما يجب أن يسعى إليه كل الليبي، وبالذات البعثة الأممية. أنا اللي لاحظت أن البعثة الأممية ظلت بعيدة عن هذا المسار، وهذا أمر يدعو إلى التساؤل. لماذا؟ ليس أكثر، أنا لا أقول من أنه يدعو إلى التساؤل، ولكن لا يدعو إلى الشك أو الربا، أنا أستبعد ذلك، ولكن يدعو إلى التساؤل. لماذا؟ أمم المتحدة لماذا؟ لأن لا توجد لدى الأمم المتحدة أي رؤية واضحة لكيفية إنهاء فوضى السلاح وجمع السلاح، بغير الترتيبات الأمنية التي ضربت عنها صفحا ولم تباشر فيها. هو قال مبعوث الأمم بالحرف الواحد بأن يعني الترتيبات الأمنية قد بدأنا فيها في طرابلس في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس، وإن تأخرنا ولكن نحن بدأنا في إنفاذ الترتيبات الأمنية. كان هذه الترتيبات تكون منذ العام 2016، من بداية العام 2016 أو مع تزامن دخول حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، يبدأ في إنفاذ هذه الترتيبات. ولكن
عدم استكمال الأطراف الأخرى يعني استحقاقاتها للأسف هذا يعني قد يكون مشجب أو شماعة نعلق عليها الفشل في جانب إنفاذ الترتيبات الأمنية باعتبار أن الأمم المتحدة يعني لم تتحمس لذلك طالما الأطراف الليبية نعم. لم تفي بالتزاماتها طبقا لكن هناك من يقول يا أستاذ عبد الحفيظ أنه البعثة الأممية تحديدا السيد غسان سلامة كان له تصريحات لاذعة وموقف جريء ضد الميليشيات في الآونة الأخيرة لم يسبقه أسلافه إليه. شوف الدكتور غسان سلامة طبعا كانت له مواقف وتصريحات يعني فيها ظهر فيها أكثر حدية من السابق ليس فقط باتجاه الجماعات المسلحة ولكن حتى باتجاه الأسهم السياسية المختلفة في البلاد وعلى وجه الخصوص مجلس النواب الذي حمله كثير المسؤولية في آخر إحاطة أمام مجلس الأمن وقال بأنه يعني فشل تماما في إدارة العملية السياسية في البلاد وهذا كان يعني تصريح يعني جريء جدا للدكتور غسان سلامة وهو حقيقي يعني هو الرجل لم يفتأت على أي سلطة من السلطات بالمزعج عندما يتحدث. أنا أقول بأن الدكتور يعني غسان سلامة هو ابن لبنان. لبنان يعني مر بحرب أهلية يعني لسنوات طويلة أكثر من 15 سنة وانتهت بتفاوض وحوار وتسوية سلمية ولكن هذه التسوية البند الأول في اتفاق الطائف يعني لمن لا يعرف يعني نسمع كثيرا أن يتحدوا عن طائف لكن قد يكون يعني الكثيرين من المتحدون لم يقرأوا هذا الاتفاق. البند الأول في اتفاق الطائف على ماذا ينص؟ ينص على الإعلان على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية باعتبار لبنان أصبحت بوثقة للصراع حتى كان في تواجد فلسطيني يعني تواجد سوري تواجد عراقي تواجد ليبي كل الدول العربية كانت متواجدة وتتصارع داخل لبنان فنص الاتفاق على الإعلان على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر من 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 التصديق على وثيقة الوفاق الوطني من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة اتحاد وطني وإجراء الإصلاحات الدستورية هذه الوثيقة كاملة وظلت 28 عاما لماذا يعني الميليشيات تحتفظ بسلاحها شكلت من اللي يحتفظ بسلاح؟ لازال هناك أجنحة مسلحة في لبنان لا يوجد لا في الحالة اللبنانية لو نتحدث عن الحالة اللبنانية هذه نحتاج حلقات الاتفاق الطائف كان يعطي إذا كان تقصد حزب الله احتفظ بالسلاح ولم يتحدث أحد عن السلاح إلا بعد 15 عاما أو يزيد من اتفاق الطائف ولكن هذه مسألة أخرى لأن يجيز اتفاق الطائف استمرار لبنان في محاربة الاحتلال الإسرائيلي طالما في هناك احتلال هذا يعتبروه سلاح مقاوم هذه مسألة أخرى ليست موضوع حديثنا ولكن شكلت حكومة الوحدة الوطنية وبدأت في تنفيذ ما تم اتفاق خلال الأجل القانوني الذي يحد وهو 6 أشهر في الاتفاق السياسي نتحدث عن ترتيبات الأولوية في الاتفاق السياسي كانت للترتيبات الأمنية التي لم يعيرها أحد دخلنا في ترتيبات اقتصادية وترتيبات سياسية وهذا لن يقود ولن يفضي إلى نتيجة على الإطلاق طالما لا توجد ترتيبات أمنية لماذا؟ لأن ظلت سلطة المسلحين والأطراف المسلحة هي المهيمنة على المشهد السياسي والأمني والعسكري أنا لماذا أقول لك بأن أهم مسار من المسارات التي يعني رعتها مصر هو مسار المؤسسة العسكرية لماذا؟ لأنك عندما توحد المؤسسة العسكرية لم يعد هناك من حجة لأي طرف بأنه يتمسك بسلاحه أصبح للدولة جيش واحد وقوة أمنية واحدة هي التي تحتكر استماع السلاح دون غيرها ولا وجود لأي ميليشيا أو جماعة مسلحة الترتيبات الأمنية كانت عقدة رئيسية كما تؤكد الأستاذ عبد الحفيظ غوغا لكن هل تعتقد أن السراج أخطأ وأيضا زملائه من أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في الدخول إلى طرابلس قبل إتمام الترتيبات الأمنية وقبل انسحاب الميليشيات منها؟ لا هو كان يجب أن تدخل حكومة الوفاق الوطني وتمارس عملها من داخل العاصمة لتبدأ في خطة وطنية لجمع سلاح الميليشيات لصالح مؤسسات الدولة ولكن هنا المؤسسات الدولة اللي كان مطلوب منها أن تقوم بأعمال هي لم تقم بأي عمل من هذه الأعمال وبالتالي ظلت هذه الجماعات محتفظة بسلاحها كما ذكرت لك لأن الاتفاق السياسي غالبا يفضي إلى أن كل طرف يحتفظ بما يستطيع الدفاع عن نفسه لماذا؟ لأن أنت تطلب مني جمع أو نزع سلاحي بينما أطراف أخرى تحتفظ بسلاحها وهذا يقودنا إلى بحث عن الضمانات من يكون مسؤول عن هذه الضمانات هو الطرف الوسيط الذي رعى الاتفاق السياسي بالأصل بحيث يتسنى له حماية الطرف الذي نزع سلاحه حتى يستطيع أن يتعايش مع الأطراف الأخرى هنا أنا أتحدث عن دور المؤسسات عندما توجد مؤسسة موحدة لا أحد يستطيع أن يطعن ويقول هذا السلاح لا يذهب إلى جهة شرعية هو يذهب إلى شرعية الدولة من خلال مؤسسة واحدة على مستوى البلد في جنوبها وشرقها وغربها هذه كانت تنقص الآن هذا المسار الذي ترعاه القاهرة إذا أفضى إلى توحيد المؤسسة العسكرية أعتقد تنتهي مشكلة ليبيا
لماذا؟ لأن يكون لدينا مؤسسة عسكرية واحدة، مرجعية عسكرية وأمنية واحدة في البلاد، هي التي تأخذ على عتقها إنفاذ أي ترتيبات أمنية من خلال رؤيتها كمؤسسة ومن خلال القوانين واللوائح والنظم التي تحكم هذه المؤسسة، وليس ما يوضع لها. طيب. يعني أنا نقول لك أن الاتفاق السياسي لم يضع أي معيار للمؤسسة العسكرية. لماذا؟ لأن المؤسسة العسكرية محكومة بأنظمة وبقوانين ولوائح هي التي تسير عملها، وهي التي تقبل أو ترفض من يدخل في هذه المؤسسة، لأن هذا البيت بيت الوطني لا يدخله إلا من تتوفر فيه الشروط. فلذلك تم الحديث عن الدمج وعن التسريح وعن التأهيل، والتأهيل لا يكون من خلال المؤسسة العسكرية فقط، قد يكون في مؤسسات سياسية أو اقتصادية أو غيرها من مؤسسات الدولة وهيئات و... طيب نتحدث إذن عن هذا المسار الذي رعته القاهرة. هناك مسار آخر مختلف يذهب في اتجاهه السيد غسان سلامة، هو ركز على الانتخابات في ديسمبر، وأيضا شن هجوما كبيرا على الأجسام السياسية ولوح بإمكانية تجاوزها. برأيك إلى أين يمكن أن يصل سلامة بهذا التوجه؟ يعني أنا لا أعرف أن أجسام أخرى ممكن توجه. يعني الدكتور غسان سلامة عندما قدم الخطة التي سماها خطة الخروج من الأزمة الليبية، قدمها خارطة الطريق أو خارطة الطريق التي قدمها، هي تتضمن ثلاث مراحل. المرحلة الثانية في هذه الخطة ظلت غامضة، وهذا يعني تحدث عنه وقال قد يكون الغموض البناء الذي يعني تتكشف يعني ملامحه طبقا لتطور المرحلة الأولى من الاتفاق، وهي توحيد السياسية والتقريب بين مجلس النواب ومجلس الدولة. هذه المرحلة فشلت وقفز إلى المرحلة الأخرى، وهي المرحلة الدستورية ومرحلة الانتخابات، ولم يتحدث المرحلة الثانية. أعتقد أن المرحلة الثانية يعني هذه في وجهة نظري أن هي قد تكون أو ما تحدث عنه أسماه المؤتمر الوطني الجامع، وبدأ في العديد من اللقاءات في شرق البلاد وفي غربها وفي جنوبها حول الكثير من المكونات حول هذا المؤتمر، كيفية، لأنه لا أحد يعرف ما هي ماهيته، ما هي اختصاصاته، كيف يتركب، كيف يتكون، ممن يشكل، من يسمي، لا أحد يعلم إلى هذه اللحظة إلا الأمم المتحدة. والأمم المتحدة طبعا كما خرجت علينا باتفاق سياسي مكتوب وجاهز وقامت برعاية مفاوضات بين الأطراف، قد تخرج علينا بمقترح لهذا المؤتمر الوطني الجامع، قد ترى بديلا عن أي سلطة موجودة بعد أن أخفقت السلطات الليبية في سقاط. ولذلك نحن نقول أن نحن لسنا في حاجة إلى قفزة في المجهول من جديد. أنا أعتبر هذا قفز إلى المجهول، يعني وتملي علينا الأمم المتحدة أشياء قد لا تكون مناسبة على الإطلاق لنا. فلذلك هنا يأتي دور السلطات الليبية لتقطع الطريق على أي محاولة من هذا النوع، من خلال أن تقوم بما يجب أن تقوم به من استحقاقات لتنظر إلى مصلحة البلد أين تمشي، تدعم المسار. لكن سلامة قال أن هذه الأجسام تريد التمديد لنفسها، لا يهمها المواطن، وهي مستفيدة من خلال تواجدها في إدارة هذه الأزمة. لا طبعا قصة الاستفادة، لأن شوف الانتخابات لا يمكن، أنا من وجهة نظري وأنا قلت ذلك مرارا يعني في العديد حتى من اللقاءات مع القنوات العربية، بأن لا في 2018 حاليا ولا حتى في 2019 إذا استمرت هذه الأوضاع على ما هي عليه نذهب إلى انتخابات. حلم سلامة في الانتخابات تبخر؟ لا بالنسبة للسنة طبقا لمبادرة باريس حتما، يعني قولا واحد، نحن الآن على أبواب شهر نوفمبر، متى سنجري الانتخابات وكيف سنجري الانتخابات؟ شوف أنا لما قلت لك تحدثت عن الأطراف الليبية، لا نحمل بعثة الأمم المتحدة كل المسؤولية، وإنما الأطراف الليبية. نعم، على سبيل المثال مبادرة باريس، النقاط الثمانية التي أتت في اجتماع باريس ممتازة وتشكل خارطة الطريق من ضمن الاتفاق السياسي، يعني هي لا تخرج عن الاتفاق السياسي، ولكن خارطة الطريق مركزة في نقاط ثمانية. أهم هذه النقاط هو الذهاب إلى انتخابات بطبيعة الحال، وقبول كل الأطراف بنتائج الانتخابات، يعني مش أنا ندير انتخابات تقلب لي إذا كان نجح في الانتخابات. هذه مسألة. المسألة الأكثر أهمية هي إنهاء المؤسسات الموازية إذا كان تذكر، والمسألة الأكثر أهمية من المؤسسات وإنهاء الانقسام هي توحيد المؤسسة العسكرية، جاء وردت في النقاط الثمانية. بربك قل لي ماذا فعلت أي من الأطراف في استحقاقاتها؟ هل عملوا على توحيد المؤسسة الدولة وإنهاء المؤسسات الموازية؟ أبدا، لم يحصل هذا على الإطلاق من أي من الأساس، بل بالعكس شاهدنا وهم ما زالوا بعض الأطراف ما زالوا في باريس بدأوا يهاجمون من كانوا جالسين معهم على نفس المائدة. إذن نحن نتحدث عن التزام الأطراف الصريح، عن الدعم الواسع والواضح للعملية السياسية، هذا أنا لا أشاهده ولا أجده في بعض الأطراف. طيب إذا أنت تتفق مع السيد غسان سلامة في انتقاده للأجسام السياسية الموجودة، وأيضا هناك من يقول أنه
هذه الأجسام هي مستفيدة من هذه الحالة. مرة أخرى أريد أن أعود إليك لهذه الجزئية، مجلس النواب، مجلس الدولة، المجلس الرئاسي، هم متواجدين الآن في المشهد السياسي، كيف يمكن أن نرجو منهم حلا في انتخابات وفي غيرها يزيحهم عن المشهد؟ طيب يبقى علينا أن ننتظر الأمم المتحدة، خلاص طالما هذوما يعني رافضين، هو مش عاجز عن وجود حل، هو رافض للحل. إذا ننتظر الأمم المتحدة أن تتقدم لنا بخارطة طريق جديدة أو ما يسمى بالمؤتمر الوطني الجامع، وتمنح اختصاصات وسلطات، تنقل سلطات. طبعا يعني حنكون أمام هذا السيناريو، وهذا ما أسميته بالقصف المجهول، وهذا ما قد يفاق من أزمة ليبيا ولا يساعد على حل الأزمة الليبية. الأزمة الليبية عبر الانتخابات صحيح، ولكن الانتخابات يجب أن تكون في أوضاع أمنية مستقرة، يجب أن يكون في أوضاع اقتصادية مختلفة حتى نشهد انتخابات حقيقية وليس مجرد انتخابات صورية، لأن العزوف مشكلة في الانتخابات. طيب. يعني نحن كانت الأوضاع أقل سوء من الآن في فترة الانتخابات البرلمان، ونسبة المشاركة لم تتعدى يعني 16% يعني من إجمالي الناخبين، بينما انتخابات المؤتمر الوطني كانت النسبة عالية جدا، تجاوز 60%. فلذلك إذا كان أردنا انتخابات حقيقية يجب أن نعمل لها أو نهيئ لهذه الانتخابات. لا أحد من الأطراف يعمل. الأمل أن تتوحد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهي اللي قادرة فعلا على تحقيق الأمن والاستقرار الذي يقود إلى إجراء انتخابات. يعني التعويل الرئيسي هو على نجاح مسار القاهرة. نعم، مسار القاهرة بكل تأكيد، أكثر من التعويل على الحل القادر للأمم. وأنا أقول دائما وأقول ذلك، يعني نحن نطلب من العسكريين ألا يدسوا أنفهم في العملية السياسية والعملية الدستورية وكذا، وهذا كلامنا. ايضا نطلب من السياس الا يدسوا انفهم في العمليه العسكريه. من يكون في العسكريه، كيف تشكل العسكريه، خلوا العسكريين يخدموا. وهذا كلام قلناه مرارا، وانا اقول بان التفاهم بين العسكريين ابناء المؤسسه الواحده اسهل من التفاهم بين المؤسسات المتشظيه والتي لم يكن لها وجود اصلا. يعني لا كان عندنا مجلس دوله، ولا كان عندنا برلمان، ولا كان عندها هذه كلها اجسام جديده، بينما المؤسسه العسكريه هي مؤسسه عسكريه قائمه، والان من يقود المؤسسه العسكريه هم عسكريين، لا يوجد يعني مدنيين خلافهم. واصبحت الصوره المقلوبه اعتدلت، يعني كان عندنا نحن مدنيين يقودوا في عسكريين، يعني بيضحكوا علينا يقولوا والله الكتيبه هذا، يقولوا يا جماعه هذه ميليشيا كتيبه، لا يعدوا يعينوا على راسها عقيد مثلا من الجيش وكذا. صحيح، هذا حصل، عشناه في بنغازي نحن عشناه. الان الكذب هذا ما عاش فيه، في مؤسسه عسكريه التحمل المسؤوليه نحملوها المسؤوليه 1 2 3، وفي سياسيين للاسف شديد ما تحملوش المسؤوليه. المسؤوليه يتحملها السياسي، ويتحملها المدني، ويتحملها العسكري، ويتحملها اللي خارج السلطه، لان هذا وطن يجب ان يعمل الجميع على انقاذه والنهوض به. يعني مش كل واحد عنده دور، كل تاكيد كل انسان عنده دور، لكن الدور الاساسي بالنسبه لاي انسان يحرص على وحده ليبيا ويحرص على استقرارها وعلى امنها ان تنتهي فوضى السلاح وفوضى الميليشيات المسلحه. اما ان تكون ميليشيا واحده ما فيش حل. لازال هناك بعض المشككين ايضا في نجاح مسار او في امكانيه نجاح مسار الذي ترعاه القاهره تحت شعار توحيد المؤسسه العسكريه. هناك ايضا من يظهر أو يبدي تشاؤمه كذلك من مساعي الأمم المتحدة في إجراء الانتخابات، ويعتقد أن هذا الأمر بات مستحيلا. دعني أناقش السيناريوهات المحتملة في حالة فشل المسارين، وهذا أيضا أمر ممكن واحتمالية حصوله قوية. أستاذ عبد الحفيظ غوغا، هل تتوقع دور أكبر للأمم المتحدة في إدارة البلاد؟ هل يمكن أن تصل إلى هذا الأمر؟ بكل تأكيد. يعني شوف، الأمم المتحدة في مسألة الإدارة، هي الإدارة تحرص بأن الصراع يعني يظل في حدود معينة ولا يخرج عن سيطرة. هذا ما يحدث في الحالة الليبية. في الحالة الليبية الآن تقوم بجهود التهدئة، تقوم بجهود كذا، ولكن تحافظ على وجود هذا وذاك، وهذا لن يحل الأزمة على المدى الطويل. ما يحل الأزمة هو المواجهة الحقيقية، أن هذه الجماعات المسلحة يجب أن تمتثل لما جاء في الاتفاق السياسي من حل نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة المختلفة، أو تسريح أعضائها ونزع سلاحها لصالح مؤسسات الدولة. يتبقى أن نوحد مؤسسات الدولة، هذه مسألة مهمة. أنت طيب، الجماعات المسلحة سلاحها لمن يذهب؟ يجب أن يذهب إلى القوات المسلحة، يجب أن يذهب إلى الجيش، يجب أن يذهب إلى قوات الأمن. يعني نحن نلاحظ أن من يقوم يطلع بالأمن في العاصمة على سبيل المثال هي جماعة مسلحة، ولكن من يعمل معها هم أفراد الأمن. هكذا قيل لنا أن غالبية أفراد الأمن يعملوا مع الجماعة المسلحة التي بإمرة مدني، شخص مدني، وهذه صورة مقلوبة كما قلت لك. يجب أن
تعتدل هذه الصورة، أن تكون هذه المؤسسة الأمنية وعلى رأسها ابن المؤسسة الأمنية هي التي يجمع فيها سلاح. ولكن في ظل الانقسام أعتقد مسألة تواجه بصعوبات هي التي نعيشها الآن، لأنك أنت تجد تشكيك، هناك من يعترف بجيش وهناك من ينصب العدو ولا يعترف به جيشا للبلاد. عندما تتوحد المؤسسية شرقها والمؤسسة العسكرية شرقها وغربها وجنوبها وكل أبناء المؤسسة العسكرية يتكاتفوا من أجل إنجاح هذا المسار، أعتقد ستخرص كل الألسنة. يظل هناك جيش واحد وقيادة عسكرية واحدة وأركان عسكرية واحدة، ولن تعد هناك حجة لأي ميليشياوي أو آمر ميليشيا مهما كانت القوة التي يتحكم فيها أن يرفض تسليح السلاح وكذا. وتكون هناك إرادة حقيقية من أبناء الوطن الذين ساهموا في توحيد مؤسسات بلادهم أن يرفضوا وجود أي جماعة مسلحة أو ميليشيا مسلحة خارج عن سيطرة الدولة. هذا لا يتأتى إلا بالتوحيد، والتوحيد هو المسار الذي نحن نحرص عليه. وأنا أقول مصر لأن مصر أكثر دولة تستفيد من استقرار الأوضاع. صحيح، مصر يعني أكثر دولة تستفيد من نجارة استقرار الوضع الأمني في ليبيا. أنا فلذلك أنا تسألت عن لماذا الأمم المتحدة ظلت بعيدة عن هذا المسار، هذا هو التساؤل. طيب، المهم. لكن مرة أخرى أعود إليك، هناك من يشكك في إمكانية أو في احتمال نجاح هذا المسار، ويتحدث أيضا أو لديه هواجس ومخاوف من بعض النماذج التي ذكرتها الآن، أنه قائد أمني هو مرتهل لميليشيات تعمل معه ومتواجدة في كتيبته، أو قائد عسكري كذلك في بعض المناطق التي تتواجد فيها هذه الميليشيات، هو صورة أكثر منه يحمل زمام إرادته وقراره يا أستاذ عبد الحفيظ. لذلك البعض لا يتوقع خيرا من بعض المشاركين هناك. أنا شوف، وقد أكون يعني كتبت ذلك يعني بشكل شخصي، رأي شخصي لي، أنا قلت إن العسكري اللي يقبل إنه يكون في جزء من الميليشيا هذا ما عادش يصلح إنه يكون عسكري. أنا قلت هذا صحيح، هذه وجهة نظري يعني. هذا رأيي، إني أنا قبلت إني نشغل في ميليشيا والميليشيا هذه هددت أمن وطني واستنزفت مقدرات بلادي وعملت وخلي يكون جزء من، ثم أنقلب وآتي إلى المؤسسة العسكرية أنضم في المؤسسة العسكرية. فلذلك قلت الانضمام إلى المؤسسة العسكرية أو الدمج في المؤسسة العسكرية يتم وفقا للقوانين اللي تحكم هذه المؤسسة. المؤسسة محكومة بقوانين، اي مؤسسه محكومه بتحكمها قوانين ونظم. واعتقد ان الترتيب لا تنال من هذه الصلاحيه للقياده العسكريه وللمؤسسه العسكريه. انا تضم من ترى انه اهل ان يكون في المؤسسه. انا ما ناخذش اي حد في المؤسسه العسكريه. هذه مؤسسه عسكريه امنيه يجب ان تكون على المفرزه اعضائها. الناس اللي ما انضموش لميليشيات مسلحه والناس اللي نقوا نفسهم على هذا الخضم هذوما، نعم هذوما ابناء المؤسسه العسكريه. لكن من انضم لميليشيا او كان امر ميليشيا او قبل ان يكون واجهه لميليشيا ويكون هو يعني يعطي الشرعيه لهذه الميليشيا، اعتقد في والله اعلم قد اكون مخطئ، انه لا يصلح ان ينقلب ويعود الى المؤسسه العسكريه. واطمئن الى انه هو يقود المؤسسه العسكريه التي مكلفه بحمايه البلد وحدودها وامنها واستقرارها ونظامها السياسي. طيب، هذه من وجهه نظري يعني. وقل ذلك وكتب بشكل شخصي يعني. لازلت مصر على سؤالك على الدور المحتمل، الخطوة القادمة التي يمكن أن تقوم بها البعثة الأممية في حال فشل المسارات المختلفة لحل الأزمة، سواء مسار القاهرة وأيضا المسار الذي تراه الأمم المتحدة لإجراء انتخابات أو تشكيل حكومة. ما المنتظر وما المتوقع يعني باختصار؟ يعني هل يمكن فعلا أنه نصل لحالة يشكل فيها أجنبي حكومة ليبية؟ لا شوف، أنا نحكي لك على مسألة المؤتمر الوطني الجامع ودور الأمم المتحدة. الأمم المتحدة حاولت، أنا أحد كنت الحاضرين في أحد اجتماعات المركز الحوار الإنساني HD في جنيف، وكان البند الرئيسي يعني هو في عدة بنود، لكن البند الرئيسي من وجهة نظري وكتبت عليه فور يعني ما عطونا البرنامج الاجتماع هو المؤتمر الوطني الجامع. يبي يعرف من الليبيين شنو، فاصطدم وحتى كان في البيان اصطدم بإرادة وطنية ان نحن هذه قفزة في المجهول، نحن نبغى نعرف شنو المؤتمر، هل هو بديل لمؤسسة؟ اذا كان بديل لمؤسسة منتخبة نحن نرفض. وقلنا نحن دفعنا على مجلس النواب اللي عاجز الدفاع، حتى على نفس مجلس النواب للأسف شديد دفعنا. لماذا؟ مش حبا في مجلس النواب العاجز الفاشل، ولكن في المسار الديمقراطي. نحن نريد مجلس النواب أن يسلمنا إلى انتخابات أخرى، نريد لهذا الجسم أن ينتهي بطريقة ديمقراطية بانتخابات ويسلم في احتفال السلطة لجسم منتخب آخر، هذا ما نريده. ولكن أن تأتيني بمؤتمر وطني جامع ونضرب الانتخابات ونضرب العملية السياسية اللي هي مكسب طلعنا به من فبراير، هي العملية السياسية نضربها في مقتل ونجيب جسم آخر
يعني ممكن نتوافق عليه وممكن نرفضوه، من يقوده، من يكون فيه، من أعضاء، شنو اختصاصاته، هذه مسألة يعني ما قبلناش بها. غسان سلامة، الدكتور غسان سلامة كان يبحث هل في قبول لفكرة مؤتمر جامع يحل محل الأسام كذا، كان الرأي الغالب وحتى في البيان اللي صدره كان رفض ويجب أن، وحتى كان في 6 أو 7 نقاط في البيان الختامي لهذا الاجتماع تتعلق مؤتمر جامع اختزلناها في نقطة واحدة فقط، قلنا بعد ما الأمم المتحدة توضح لنا ماهية المؤتمر الجامع، اختصاصات أهدافه، مما يتكون، من يشكله، عدد أعضائه إلى أحد يعني حال إطلاق. فلذلك نحن نهي بمجلس نواب، ولا زال عندنا أمل أو بعض حياة في هذا المجلس أن هو يقوم بدور ما دور في أي الأزل. إطار ما المنتظر من مجلس النواب؟ عبد الحفيظ غوغا ما الذي يطلبه من مجلس النواب؟ أن يتعاون في إطار الاتفاق السياسي اللي هو أصبح مرجعية بإقرارهم هم مجلس النواب اللي أقروه، أن يتعاون وأن يكون في صورة مجلس الدولة واللقاءات التي تمت الأخيرا، يعني ما زلنا نحكو عليه تقارب في وجهة نظر، وما زلنا نحكو عليه لقاءات، وما زلنا نحكو على حل في مسألة تشكيل حكومة بين إذا تشكل حكومة، طالما تم الاتفاق أن تعديل صيغة المجلس الرئاسي ويشكل مجلس رئاسي وتشكل حكومة بشخصية وطنية يتم اختيارها من مجلس النواب السلطة المنتخبة، إذا شنو المشكلة حتى يراقب هذه الحكومة وحتى يخضع سياساتها للمحاسبة؟ يعني إذا كان مجلس نواب فشل في مراقبة حكومة، ليش فشل هذه؟ ليش مجلس نواب منتخب أستاذ عبد الحفيظ غوغا تصفه بالفشل وبالعجز؟ أليس هذه حقيقة مجلس نواب؟ لماذا وصل أقصد لهذه الحالة كما وصفتها أنت؟ عندهم أسباب. أنا أشوف مجلس نواب يعني أنجز يعني أو خطأ خطوة أو خطوتين في بداية تأسيسه ثم تسمر خطوه، تسمر يعني ما يعني مشى خطوتين كويسات وفرحنا بهم كذا، بعدين خلاص دخلنا في المتاهات ودخلنا في الصراعات ودخلنا في الكذا. نعم السبب، السبب الانقسام اللي حاصل طبعا. مجلس نواب يعني انت تلوم مجلس نواب لان ما فيش بديل اخر، لان مجلس نواب هو السلطه المنتخبه اللي تستطيع ان تجد البدائل وتجد الحلول وتشترح الحلول. يعني انا نقول لك مجلس نواب هو يقول والله لان الانقسام السياسي اللي حصل ومجلس نواب مش السلطه اللي عنده، مجلس نواب العاصمه هم يقولون ان قمنا بدورنا استاذ عبد الحفيظ. ما هو دور في إن جلسنا وقدمنا تنازلات وكذا قبل ذلك في منع تمرير حكومة الوفاق التي يصفونها بأنها حكومة فاشلة وحكومة داعمة للإرهاب. كيف حكمت عليها فاشلة أنت؟ ربما من خلال الأسماء يعني المشاركة فيها. باهي كويس. نحن دفعنا الثمن الآن. يعني حكومة تعمل بمعزل عن أي رقابة، لا ميزانياتها تحاسب ولا قانون يصدر بميزانيتها، وأصرفت وصرفت مليارات من ميزانية الشعب الليبي بلا حسيب ولا رقيب وكذا، ومجلس النواب قاعد في طبرق وهي تشتغل. ما هذا اللي ما كناش نحن نتمنى. تمنوا أن سلطة مجلس النواب على هذه الحكومة، هو يعطيها ثقة، هو يسحب الثقة حتى يضع المجتمع الدولي أمام يعني مسؤوليات حقيقة حكومة هذه الحكومة المدعومة. هم يقولون أنه حكومة ليس مدعومة من الخارج فقط، لكن مدعومة ومباركة من تيارات سياسية متهمة بالإرهاب، بعض رموزها أيضا المتشددين المشاركين في المجلس الرئاسي. لذلك بعض أعضاء مجلس النواب يقولون أننا قمنا بدورنا ومنعنا منح الثقة لحكومة ومجلس رئاسي مشبوه. ومجلس رئاسي ومنح الثقة ما كنا بنحكوا بصراحة. معلش المجلس الرئاسي في 16/1/2016 والله في 25/1/2016 منح الثقة للمجلس الرئاسي بالتسع أعضاء اللي ذكرتهم أنت، هذا المجلس النواب الحقيقة. ولما شكلت الحكومة كانت موسعة عبارة عن طلب منا أن حكومة مصغرة بس يغير التعديل الحكومي، ولكن منح الواقع الثقة أو وافق على هذه الصيغة بالثمانية اللي فيهم من ذكرت. لكن مش هذا الموضوع، الموضوع الحكومة اللي تشكل، ما أنت تشكلها مجلس النواب الحكومة، أنت تشكلها، أنت تمنحها الثقة، أنت تحزب، لكن هو ما أعطاش مجال حتى تقديم تشكيل حكومية. رفضها أكثر من مرة أشخاص. رفضها أكثر من مرة. رفضها أكثر من مرة، هي مرة الوحيدة لأنها موسعة، رفضت أسماء، رفض لأنها موسعة ونحن نحتاج إلى حكومة مصغرة، وهذه كانت حقيقة. يعني أنت ما تجيبليش حكومة فيها 34 وزير، جيب حكومة فيها 10 وزراء، أما الباقي الهيئات هذه نلحقوا عليه. لكن الحكومة الرئيسية، حكومة طوارئ، حكومة أزمة، لأن البلد في أزمة وفي تشظي، حكومة مطلوب منها توحيد مؤسسات الدولة، مطلوب منها تحقيق الاستقرار والأمن، مطلوب منها إنفاذ ترتيبات معينة تفضي إلى جمع السلاح وحل الجماعات، هذه الحكومة المطلوبة. لكن أنك تدير حكومة موسعة فطلب منا حكومة مصغرة، هذا بعدها خلاص انفرط العقد، ولا عاد تابع مجلس نواب، ولا عاد شكلت حكومة، ولا عاد أصبح العداء يستفحل والشقاق والخصام والخلاف، هذا اللي كان سيد المشهد طيلة الأعوام الأربعة الماضية. طيب للأسف الشديد هذا يتحمل مسؤوليته طبعا، سواء كان في الوفاق وإلا في نعم الوفاق ما عاد أصبح خلاص. أريد سؤالك عن الأداء الآن، ما عاد في وفاق الآن، ما عاد في، أنا ما عاد نعتبرنا في حكومة، ليش ما عاد في وفاق وما عاد في حكومة وفاق؟ لأن خلاص هي مدعومة دولية
محليا. لا لا لا، الدعم الدولي ما شنو دار الدعم الدولي معلش. لا اذا كان مش مدعومه محليا، اذا كان مش مدعومه من شعبها من سلطه البرلمانيه المنتخبه، يبقى معاش حكومه مستمره الان ثلاثه اعوام بدعم دولي. لا معاش ما حكومه وطنيه هذه، معاش معاش يطلق عليها حكومه وفاق، لان الحكومه اللي عجزت حتى التوافق بين اعضائها هذه كيف كيف نعول عليها في ان تحقق الوفاق بين الان لا يمكن وصفها بحكومه الوفاق. لا بكل تاكيد لا، لا تجاوزنا المرحله هذه بسبب الاستقالات. لا لا بديل عن حكومه جديده تشكل، حكومه وفاق وطني حقيقيه تشكل حكومة. احنا ما عندناش حكومة الآن. طيب أريد سؤالك عن أداء الأجسام السياسية المتناحرة الآن. سألتك عن مجلس النواب، الطرف الآخر مجلس الدولة، هذا الجسم الذي وصفه البعض بالغريب والمقحم إقحاما في المشهد السياسي، والذي يمثل طرفا سياسيا أو طيفا سياسيا واحدا، هو يمثل طيف سياسي واحد في الأول؟ أنا هيك نقول يعني. من؟ أي طبعا إسلام سياسي. هذا مجلس الدوله بكل تاكيد، وجسم يعني يعني ملاش يعني ملاش اي اهميه ولا اي قيمه، عباره عن تقاسم سلطه فقط. كيف يستقبل يعني وجود تقاسم سلطه وسفراء اجانب ومبعوثين دوليين؟ كرس الاتفاق الاتفاق السياسي كجسم استشاري، لكن هو في الواقع امام يعني عدم حتى قيام مجلس النواب بالسلطه التشريعيه ودور التشريع، بدا ياخذ حتى دور التشريع هو يعني بدا ياخذ حتى دور التشريع للاسف الشديد، يعني مع انه يعني ملاش وجود في الاساس، وهو عباره عن بقيه المؤتمر الوطني تحت مسمى يعني رجع المؤتمر الوطني لغيره، عباره عن اللافته فقط يعني من مؤتمر وطني الى مجلس دوله، نفس اعضاء منين جابوهم يعني، ما هو نفس اعضاء المؤتمر الوطني هم اعضاء مجلس الدوله، يعني جسم يعني ما لش اي وجود. فلذلك انا لما اتحدث تحدث عن مجلس النواب، اللي يعنيني مجلس النواب يعني السلطه المنتخبه اللي تمثل اراده الليبيين، اللي يمثل اراده الليبيين في المشهد السياسي كل الليبيين هو مجلس النواب، شئنا ابينا قبلنا رفضنا اتفقنا معه اختلفنا معه، هذا هو يمثل اراده الليبيين. صح شرعيته مطعون عليها، ولكن يجب ان ينتهي بشكل قانوني بشكل سليم، وهو انتخابات جديده. اما اذا كان قلنا والله مجلس النواب لا من هذاك التاريخ ينتهي، ما يبقى الاجسام الثانيه هي اللي تتسيد المجلس وتظهر في المجلس. فلذلك انا اقول لك مجلس النواب يضم عناصر وطنيه خيره، هذا لا في شك في ذلك على الاطلاق، ويتمنوا يسلموا السلطه بكره قبل بعدها، عارف كيف؟ ولكن للاسف الشديد يعني الاوضاع في البلد مش مساعده، يعني كيف انت تحكي على انتخابات وتحكي على دستور وتحكي وكل حاجه عندنا فيها 100 مشكله، عندنا مشاكل حقيقيه، مشاكل عميقه، مش مشاكل سهله. فلذلك قلت لك انا طريق التفاوض والحوار والتسويه شائك وطويل، خصوصا ان نحن نبي نحلوا الازمه في ليبيا، مش بس سياسيه وامنيه الازمه، الازمه اعمق من هيك كذا، اذا كان نبي نحلوا الازمه السياسيه وما عادش نبوا اسباب الصراع تتفجر مجددا في المستقبل، فيجب ان نحل الازمه بكل مكوناتها بما فيها الازمه الاقتصاديه وبما فيها ازمه الثروات وبما فيها تقاسم، بهذا ضروري يكون اذا كان اردنا حل. لكن اذا كان حل سياسي فقط وبكره نشكل حكومه وتظل يعني النار يعني تحت الرماد فما تتجدد مجددا. طيب المجلس الرئاسي، دعني انتقل معك وبك الى المجلس الرئاسي، وهو يمسك بكلتا يديه على مقاليد الاقتصاد والسياسه ومتسلح قبل هذا وذاك بدعم دولي واسع. لماذا فاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد سوء؟ لأن ناس ما عندهمش أي خبرة لا سياسية ولا اقتصادية ولا لهم علاقة يعني بالحكم، يعني ما لهمش علاقة بالحكم. أعطيني واحد بس في المجلس الرئاسي لا علاقة بالحكم أو لا علاقة بالاختصاص في سواف. في سراج كان عضو مجلس النواب، ولو عضو مجلس نواب لكن هو يعني شنو اختصاصه؟ عمره ما اشتغل في السياسه، ولا عمره كان احمد المعتيق متخصص في الاقتصاد، ولا في واحد منهم عنده حتى تاريخ وطني في العمل السياسي. معليش مع احترامي للجميع، انا اقدر واقدر الجميع، لكن لا احد له ماضي سياسي او له ماضي نضالي او له ماضي يعني يؤهل ان يحتلي هذا المكان على الاطلاق. وقد يكون هذا من عيوب الوفاق، يعني انت عندما تتحدث على تشكيل حكومه وكذا، لما يجيبوا شخص عنده رؤيه، شخص عنده موقف، يقول لك والله هذه شخصيه جدليه. الجدلي هو الذي يملك الرؤيه والموقف، الذي تنعدم لديه الرؤيه والموقف، هذا هو اللي يجيب يقول لك هذا شخصيه ضعف السياسيه. قد يكون ضعف الشخصيه وعدم ضعف الشخصيه وايضا قله الخبره، يقول انها عامه، هذه اسباب من لكافه انك تجيب الذين يعني يمارسوا العمل السياسي في ليبيا، بدا من المجلس الوطني الانتقالي وصولا للمجلس الرئاسي. الجميع تنقصهم الخبره. انا اتمنى طالما نحن يعني ونتفائل خير بان ممكن نشهد حكومه واحده في ليبيا تنهي حاله الانقسام، واعتقد ما عندناش بديل اخر. يعني اتمنى ان نبتعد على قصه ان هذا والله جدلي. الانسان اللي عنده رؤيه والانسان اللي عنده موقف تتفق وتختلف مع موقف، هذا طبيعي. اي انسان عنده موقف انت
مجموعة تتفق ومجموعة تختلف عنها، لكن على الأقل موقف وطني، يعني في حدود دنيا في مصلحة الوطن وإعلاء مصلحة العليا للوطن، هذا هو اللي خلينا نعتمد عليه. أما نبدأ في القصة هذاي ولا جيبوا شخص مش مغمور مش معروف بك إنه مسكة، يعني موقف في دولة تتطلب شخصيات حازمة وقوية وفاعلة ومتخصصة. أنت تحكي على دولة أنت تبي تنهض، أنت مشكلة في 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 في, في ليبيا إنك أنت تبي تبني مؤسسات، تبني مؤسسات من لا شيء ايضا. هذه مساله جديده، مش بس انت تحقق تسويه سياسيه، لا انت تبي تاخذ تبي تستلهم مؤسسات الدوله اللي كانت عندنا من دوله الاستقلال، تبي ترجع مؤسسات فعلا. عبد الحفيظ، ايضا قصه الصعود المفاجئ لبعض الاجسام او الاسماء السياسيه غير المتخصصه وصولها الى قياده البلاد، رئاسه الحكومه والمجلس الرئاسي والمشاركه فيه، هناك من يتحدث ايضا عن دور دولي في دعم هؤلاء للوصول إلى السلطة، تتفق مع ذلك أم لا؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد، يعني الأزمة الليبية أصبحت أزمة يعني فيها أطراف دولية متعددة، وعندما يعني تتحدث على أن الأطراف الليبية تقوم بواجباتها هذا لقطع الطريق على تلك الأطراف، وقلنا بأن يجب على البعثة الأممية أن تسعى لي بناء توافق بين الأطراف الدولية المختلفة حول سبل أو كيفية حل الأزمة الليبية. من الطرف الدولي الذي يقوم بدور مشبوه في البلاد ويساهم في عرقلة الأزمة؟ يعني بشكل واضح أنا أعتقد أن إيطاليا، دور إيطاليا كان واضح يعني في عرقلة سبل الحل، خصوصا موقفها الغريب من اتفاق باريس، مع أن اتفاق باريس كان واضح، وموقفها حتى من اللقاء الأول اللي تم بين قيادة الجيش وبين رئاسة حكومة الوفاق الوطني كان لها موقف غريب جدا يعني، وصعدت وبعدت بقطع حربية بحجة بداعي الاتفاق لمكافحة الهجرة وكذا، صعدت الأمور بدون مبرر على الإطلاق لمجرد أنها شاهدت أن فيه بوادر اتفاق ما بين الرجلين. ثم عاد الأمر تكرر في اتفاق باريس، وكان الآن عندنا الاجتماع روما. أنا نقول يعني الليبيين يعني أنت تضيع الوطن بالطريقة هذه بالتقاعس على القيام بأي مبادرة إيجابية أو على اشتراح أي حل، وتقعد تركض في عواصم العالم تبحث على حل لدولتك، يعني يوم في باريس ويوم في جنيف ويوم في روما وبكرة في واشنطن، يعني تبحث على حل وتترك الحل السانح اللي في بلدك واللي بيدعم من أبناء بلدك، هذا هو يعني نحن نبحث على حل وقعدنا نحكو، أو ليبيين جل الليبيين يحكوا على ليبي 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 حوار ليبي ليبي رؤية سياسية معينة تنازلات من تلك الأطراف. هذا إذا كان أردت أن تبعد غائلة التدخل. إيطاليا تقوم بدور مشهور. نعم. إيطاليا تقوم بدور سلبي. ما الذي تتوقعه إذن من مؤتمر باليرمو؟ أنا نقول لك يعني أنا ابعدني على مصطلحات إن دور مشبوه ما مشبوه كذا والحكم على كذا. خلينا نقول هذه مصالح، يعني كل دولة دور سلبي. مصالح. دور سلبي. كل يعني فرنسا ما عندهاش مصالح في ليبيا، مصر ما عندهاش مصالح في ليبيا، بريطانيا ما عندهاش مصالح في ليبيا. كل دولة عندها مصالح بكل تأكيد، عندهم مصالح. ويبحثوا بكل تأكيد يعني الاتفاق السياسي هذا كل دولة بتشوف وين مصلحتها، هل تحققت مصالحها مع هذا الطرف أو ذاك، فبالتالي هي يا إما تدفع باتجاه الحل إذا كان شافت مصالحها متحققة، يا إما تدفع باتجاه التعطيل إلى أن تتحقق مصالحها. هذا حصر طيلة الفترة الحوار على مدى أعوام، ولكن يظل قابلية الطرف الليبي هذا أو ذاك للتماهي مع هذه الرغبة الدولية هي اللي عرقلت سبل الحل. لكن هناك أدوار ركز عليها. نعم، لكن هناك أدوار أو دور لبعض الدول يمكن تقييمه من خلال الممارسات، يعني عندما تدعم بعض الدول قيام انتخابات بغرض توحيد المؤسسات بينما دول أخرى تعرقل هذا المسار. تعرف أيضا الخلاف الأوروبي بين محور تقوده فرنسا ومحور آخر تقوده إيطاليا، تشترك معها بريطانيا في البلاد، لذلك هناك من يشير إلى أن الدور الإيطالي والبريطاني سلبي. أنا أقول لك حاجة أستاذ أحمد مشاهدين الكرام، ابعد إيطاليا وفرنسا الانتخابات، أنت كمواطن ليبي الآن هل ترى أن في ليبيا بالإمكان الذهاب للانتخابات في ظل هذه الظروف؟ أنا أقول لك لا، ونحن قلنا قبل لا تتدخل إيطاليا وقبل لا يديروا لقاء مع السفير الإيطالي واللي اعتبرناه أنه تدخل في سيادتنا وقال يحكي على انتخاباتنا، يحكي على انتخاباتنا تصير ولا ما تصيرش، نحن قلناها قبل لا يقولها، لكن دائما زامر الحي لا يضرب، ما فيش حد يسمع، لكن لما يدو سفير إيطالي تقوم الدنيا، لكن لما يدو حد ليبي ما فيش حد يسمع. كيف تقوم بانتخابات أنت في ظل الانقسام اللي حاصل في البلد؟
لكن في دعوات شعبيه في ناس كيف انت 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 مواطن ما تقدرش توصل للدائره نتاعك، ما تقدرش ترشح نفسك، ما تقدرش تنتخب، كيف رئيس المفوضيه العليا للانتخابات قال املك الحلول لذلك؟ كيف انتخابات بدون ما تلم العالم وبدون الليبيين اللي قاعدين برا باش اكثر من اللي قاعدين توين؟ لكن السيد عماد السائح رئيس المفوضيه العليا للانتخابات قال انا قادر على اجراء الانتخابات في البلاد. نقول لك حاجه، ممكن نديروا انتخابات بكره كويس، ظروف ونتحدوا الظروف ونديروا سلاسل بشريه نحمي بها مراكز الاختراع زي ما درنا في انتخابات سابقه في بنغازي تشهدها في سطوة الميليشيات، ممكن نديروا وننجح بعدين. نفس المربع قاعدين في نفس المربع ونفس المشاكل الانتخابات. انت تبي تحكي يجب ان تتحقق عداله، يجب ان تتحقق مصالحه، يجب ان تتحقق استقرار في البلاد، عوده الناس اللي ناس حول مهجره، كل واحد يعاود مدينته ويعاود، خلاص انتهينا من القصص هذينا. وكل واحد يقدر يعدل دائرته، من حقه انه ينتخب ومن حقه انه يترشح ومن حقه، ولا لا مش هذينا الانتخابات، والله من غير انتخابات نبوا نجيبوا ناس معينه في الانتخابات ويبدا مال فاسد يشتغل في الانتخابات والولاءات وحتى احزاب سياسيه اللي هي تخوض غمار الانتخابات بشكل صحيح ما زالت في طور التكوين. من يقول انه بعد 7 أعوام من فبراير عام 2011 اصبحت الظروف اكثر ملائمه للذهاب في هذا الاتجاه في تجربتين سابقتين في ظروف اكثر ماساويه. انا قلت لك نقدر ندير انتخابات، قلت لك ممكن نمشي انتخابات، انا نحكي عن الظروف الاستقرار. يعني انت الانتخابات يجب انك تهيئ الاوضاع اذا كان اردت انتخابات حقيقيه، اما اذا كان اردت انتخابات تقودنا الى نفس المسار نفس النتيجه المسار نقدر نديروها وننجح ونحمي مراكز الاقتراع ونتحمس. واذا كان لقيت من يتحمس للانتخابات، اذا كان العزوف كان 50% الان العزوف حيكون 70-80%، انا متاكد لان مواطن قاعد يعني على المصارف وقاعد في الطوابير وقاعد في الضنك العيش وتبيه يطلب منه يعدي يقتل صبعه وينتخب من جديد. يعني يقول لك نحن نكرر في نفس المسار، لكن لما يلقى الظروف والمعطيات اختلفت، لما يلقى فيه تغير، فيه انفراج اقتصادي في المعيشه، في مستوى المعيشه، فيه يعني الامن في باقي ارجاء ليبيا تحقق بالكيفيه اللي الحمد لله تحققت عندنا نحن في الشرق الليبي، هذاك الوقت ممكن نمشي الانتخابات. شنو تضير نحن لنا 7 سنوات ولا 4 سنوات ولا 5 سنوات، شنو تضير لو استمرينا في سنه في مرحله من الهدوء من الاستقرار من التعافي من لكن هناك من يتخوف من هذه السنه المنتظره والمزمع الوصول اليها قد تتحول ايضا لسنوات، وهذه الأجسام غير المنتخبة سوف تمدد لنفسها. هناك من يعول على هذا الاتجاه، هذا التوجه، توجه الانتخابات ليس فقط في الداخل، أيضا البعثة الأممية تقول أن هذا هو الحل النهائي. يا أحمد، يا أستاذ أحمد، إذا كان قررنا المسألة، إذا كان بيستمر جسم معين زي مجلس النواب مثلا لمرحلة لغاية ما نمشوا في انتخابات صحيحة، يجب أن تكون هناك يعني بصراحة يعني تغير في السلوكيات اللي حاصلة وفي الهدر للمال العام. يجب أن يكون هناك تقشف حقيقي في هذه الأجسام كلها المختلفة، في كل الأجسام طبعا، لكن الاقتصاد بيد الرئاسة يعني لا يعني الأموال بيد الرئاسة، هل هذا الهدر وهذه الإمكانيات؟ أنا خلاص يعني مجلس النواب انتهى عندي دورة وما قامش بالدور المطلوب منه وما عرضش على الاستفتاء على الشعب الليبي بحيث يقبلوا بالتمديد له او لا، واصبح يعني وجوده شرعيته منقوصه زي اي جسم اخر، مع الافضليه كونه هو الجسم المنتخب الاخير لدينا، واللي انا مع انه هو يستمر الى ان يسلم السلطه لجسم اخر، مع الاخذ في الاعتبار انه يغير من هذه السلوكيات، انه ينتهى الهدر في الاموال، انه يتنازل اعضاء على المزايا اللي موجودين عندنا، لان نحن الدوله في ازمه مش مقبول على الإطلاق أنك تعمل لي أنت كبرلماني لك كافة المزايا والحقوق، أنت في حالة حرب، أنت في حالة أزمة، في حالة يعني انهيار اقتصادي كامل، يجب أن تتغير. تستمر السنة بس بدون هالمزايا وبدون هالاستفزاز للناس والهدر لأموالهم بينما الناس يعني في ضنك العيش، هذا قد يحل الإشكالية ويخفف من غلواء الناس اللي رافض أي وجود أو استمرار لهذه الأجسام وإن تقود الانتخابات. أنا أعلم أن الانتخابات هي الحل للتخلص من كل هذه الأجسام، لا مجلس دولة لا مجلس مؤتمر لا برلمان ولا كذا ولا مجلس رئاسي، هذا كله ننتهي منه وننتخبه سلطة واحدة هي التي تذهب بنا في، وقد يكون انتخابات رئاسية، قد يكون رئيس وأيضا لفترة مؤقتة حتى يقود الحكومة، لأن هذه مسألة غاية في الأهمية، حتى لا نكون أمام هذا التجاذب وهذا الصراع ما بين السلطة التشريعية والحكومة، هذا يمنح الثقة وهذا يحجب كذا، نكون أمام رئيس للبلاد ولو مؤقت إلى أن يقود حكومة وطنية وحكومة وحدة وطنية تخرج البلاد من هذا
من هذه الأزمات، وعند ذلك ننظف الدستور ونضع الدستور للبلاد وتستقر الأوضاع، ونكون تخلصنا من كثير من المظاهر اللي حدت من سير نطيلة الأعوام الماضية. أريد أن أعود بك أيضا لتقييم دور المجلس الرئاسي بعد سلسلة الاستقالات منه، وأنت أيضا تعتقد أنه لا يمكن وصف حكومة الوفاق بأنها حكومة وفاق وطنية. صحيح. لكن كيف تفسر تشبث السراج بالسلطة رغم هذه الاستقالات ورغم ما واجهه من فشل كذلك؟ طبعا يعني أنا ما شفتش حد مش متشبث بالسلطة، معنى سراج يعني بيكون هو يعني هو الاستثناء، هو كل الأطراف، من اللي تراه وريني من اللي ما باستثناء يعني موسى الكون اللي تخلى عن السلطة طوعية، ما فيش حد يعني قدم استقالته ولا حد استقال. أعتقد هو تمسك بالقرار الدولي عندما يعني قلنا أن الاتفاق السياسي انتهى في 17 ديسمبر من العام الماضي، كان للمجلس الأمن رأي آخر، وأن هذا الوفاق أنه يستمر إلى أن تحصل انتخابات في البلاد وأن تستلم سلطة منتخبة الأمور. يعني إيرادات خارجية، إيرادات خارجية التي تعوم السراج. نحن قلنا أن بالاتفاق السياسي النص أنه هو سنة وقابل التجديد لسنة أخرى، يعني سنتين. الآن كيف قاعد ثلاث سنوات وأربع سنوات؟ طبعا لأن المجتمع الدولي أو مجلس الأمن مدد، بيقول إن لا الاتفاق السياسي هذا يساري. شو قلت لك أنا؟ الاتفاق السياسي يا أحمد، الاتفاق السياسي نعم، الليبيين شاركوا في حوارات وشاركوا في نقاشات ما بين الصخيرات ما بين جنيف ما بين الجزائر، ولكن في الإرادة الأممية الأخيرة أفضت إلى هذا الاتفاق اللي هم بيقولوا خلاصة حوار الليبيين، وهذه مش صحيحة على فكرة. الليبيين نعم تحاوروا وتناقشوا وتفاوضوا، ولكن الاتفاق معد في مطبخ الأمم المتحدة، يعني بعباراته بمفرداته بأحكامه بالكامل معد من قبل فريق الأمم المتحدة. هذا الفريق الذي أعد الاتفاق السياسي كانت إرادته واضحة، نص على سنة ثم سنتين كحد أقصى، وغير في الاتفاق السياسي، والمجلس الأمن قال لا الاتفاق السياسي يستمر إلى أن نذهب إلى انتخابات طالما تعثر. وبدينا في تفسيرات ما لهاش علاقة بالقانون، وأنا دائما أقول إن كل ما يجري في ليبيا ما لهاش علاقة بالقانون، لو تخضع على القانون يعني نجده في أزمة حقيقية، هو لا علاقة بالسياسة في علم السياسة، كل ما يجري في ليبيا هو سياسي، لكن بالقانون لا. في ظل عدم إمكانية إجراء الانتخابات كما تعتقد أستاذ عبد الحفيظ غوغا، الكثير يتحدث عن شكل حكومة الوفاق المتوقع الوصول إليها أو المنتظرة، وحجم أيضا القوى السياسية المشاركة فيها، كيف يمكن أن يحدد؟ على سبيل المثال تعرف أن تيارات الإسلام السياسي رغم أن الشارع لفظها أكثر من مرة، رغم حجمها الصغير جدا في الشارع الليبي، هي تبحث عن دور وحجم أكبر منها. شوف أي حزب سياسي سواء كان توجه إسلامي وكذا، المهم ما فيش ذراع عسكري. أنا ما يهمني أن السلاح محتكر بالكامل للدولة، أما والله حزب سياسي وعنده ذراع عسكري إذا كان فشل في الانتخابات يقلب لي ظهر المجن زي ما حصل عندنا في 2014، هذا مش مقبول. ولا وأعتقد أن ما فيش ليبي يسمح به، يعني بنعود الكرة من جديد، يعني بنخلو حزب سياسي عنده جناح عسكري قاعد جنبه فشل في الانتخابات يأخذها بالقوة زي ما صار في 2014، هذا ما عادش يتكرر. فلذلك أنا شنو حكيت لك من البداية، أن المناطق كلها في وجود القوة العسكرية الواحدة الموحدة في البلاد، وقوة أمنية واحدة هي اللي تحتكر السلاح، وأنا أتصارح في المجال السياسي. أنت فزت في الانتخابات، أنا وصلت لك الأغلبية في البرلمان، تشكل الحكومة ويتحول الخاسر إلى صفوف المعارضة. يعني هذه في بعد حل ميليشيات يعني التيار الإسلام السياسي يمكن أن يتم التحاور مع هذا التيار يعني السياسي. يعني نحن نبو ديمقراطية يا أحمد، نحن نبو ديمقراطية بنفصلوها على مقاسنا. لا نحن الديمقراطية إذا كان خذيناها كديمقراطية الغرب هي هيك ديمقراطية الغرب. يعني ديمقراطية يجب أن يكون فيها ديمقراطية ونقدر نفصلوا فيها على مزاجنا. يعني ديمقراطية يجب أن يكون فيها جماعة ليبيا مقاتلة وأخوة مسلمين. لا أنا ما قلت شكيته، وأنت تهنت. لا لا فيك صراحة. إسلامية مقاتلة. أشوف طالما حزب سياسي ولا حزب سياسي، مقاتلة ولا مسالمة، طالما هي جماعة سياسية تطرح نفسها برنامج سياسي ذو توجهات دينية، ما عندهاش بندقة ما عندهاش رصاصة واحدة، عرفت كيف؟ حتى لو كان ذو توجهات دينية خلي الليبي يختار، والله ما حيختار إلا الصح اللي يمثل إرادة الليبي. ما هو خسروا الانتخابات، شنو حصلوا؟ حصلوش حتى مقعد واحد، مقعد واحد، لكن السلاح جاب لهم كل الوزارات ولا لا؟ يعني لو نزع منهم السلاح أنا أقول لك لا تخوف من هذه الجماعة. أنا في أول انتخابات المؤتمر الوطني قبل لا تشكل رئاسة المؤتمر الوطني خرجت في برنامج اسمه حديث ليبيا، كانت عز فيه العزيزة والصديقة زهرة لنقي، وكلامي كان واضح في حضور حزب العدالة والبناء وفي حضور علي زيدان وكذا. قلت لهم اللي شعب الليبي، شوف في تونس انتخبوا النهضة الأخوان المسلمين، في مصر نجحوا الأخوان المسلمين خذوا البلاد كلها البرلمان والرئاسة وكذا، مصر
مصر دولة عريقة كذا، مش ليبيا اللي بعمرها عرفت الأحزاب السياسية، لا في العهد الأول ولا في العهد القذافي ولا في العهد الآن عندنا أحزاب سياسية تقدر تسميها. وبالرغم من ذلك الناخب لي كان ذكي وكان واعي صحيح، وخسر الإسلام السياسي. ليش؟ لأنه كان يزايد على الليبيين في حاجة اسمها دين. فلذلك أنا ما خافش لما تكون تقبل. اللي خاف منه سلاح، سلاح ما يكونش إلا في يد الدولة، لما يكون في يد دولتي مؤسساتي سلاحه والله ينخش الانتخابات وما حينجح إلا الوطني اللي عنده برنامج وطني اللي 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 ينتخبوه الليبيين واللي يعطوه ثقته. وبعدين التجربة الليبية قاعدة تتأكد، يعني نحن دخلنا في أول انتخابات، يعني ستة انتخابات دخلنا فيه بالمحلية بالهيئة التأسيسية بالبرلمان بالمؤتمر الوطني. شوف مستوى ذكاء الناخب الليبي وراهن عليه، هذا نقول له أنا راه ليس فقط ذكاء الناخب الليبي. هناك من يشير أستاذ عبد الحفيظ إلى ذكاء الطرف الآخر، هذا التيار تيار الإخوان المسلمين، مقابل ضعف التجربة السياسية لدى التيار المدني وأنتم جزء منه. طب كل تأكيد التيار المدني ضعيف، هذه حقيقة، متشظي للأسف الشديد، ما فيش أسام. لكن اللي يجمع التيار المدني، خليني مؤسسات مجتمع مدني ما فيش في ليبيا طيلة يعني 40 سنة الماضية، ما كانش عندنا مؤسسات مجتمع مدني، كانت شكلية يعني مع بعض الفاعلية اللي ما عند المؤسسات في الهامش اللي استفادت منها في الحركة وفي الحرية. أما الآن ما عاش فيه مانع أن يعيق دون إنشاء مؤسسات يعني وعي وشعبي ومؤسسات ونقابات ومنظمات يعني مهنية. ولكن الأحزاب السياسية تظل هي المهم في هذه المرحلة، وأعتقد أن بدينا نلحظ تشكيل بعض الأحزاب السياسية اللي تذوب فيها الولاءات القبلية والمناطقية والإيديولوجية كلها في هذه الأحزاب، وتقعد المواطنة هي الأساس فيها، وتقعد المصلحة الوطنية هي المحرك لجماعتها، وكل الأهداف أعتقد تتفق فيها الأحزاب السياسية، الرؤى والأهداف العامة، يختلف البرامج. نشوفوا الحزب السياسي شنو برنامج، لازم تكون فيه رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية لكل حزب من الأحزاب، ونتنافس في هذا المجال ونتخلص من كثير من الإشكاليات والسلبيات التي عشناها في المطرفة. يعني في عدم وجود أحزاب سياسية منظمات الوعي بيكون للدور للقبيلة مثلا على سبيل المثال، وهذا شيء معروف، يعني عندما تقع الدولة وتنهار مؤسساتها تظهر القبيلة كمكون أساسي، ولكن القبيلة ترجع إلى يعني دورها الاجتماعي إذا كان وجدت أجسام سياسية هي اللي تشكل مراكز العصب في العملية السياسية، وهي اللي تقود العملية السياسية وتكون فاعلة في الحياة السياسية إذا أردنا حياة سياسية. وأنا واثق بأن القوى الوطنية ستجمع صفوفها وشتاتها وتنتظم في أحزاب وفي مؤسسات يعني منضبطة هي التي تخوض غمار العملية السياسية في قادم الأيام. طيب مسارات مختلفة للحل يعول عليها الكثير، مسار ترعاه الأمم المتحدة يدعو إلى إجراء انتخابات، وأيضا رعاية حوار بين كافة الأجسام السياسية المتناحرة، أيضا هناك مسار توحيد الجيش بين هلالين ترعاه القاهرة تعول عليها أنت أستاذ عبد الحفيظ غوغا. لكن هناك مسار آخر أيضا، هناك من يعتقد أن مشروع الدستور هو القادر على إنقاذ البلاد. أسألك بذلك أو بداية، لماذا تحول مشروع الدستور من مشروع حل إلى مشروع يثير كل هذه الخلافات المجتمعية العميقة؟ صحيح، وأنا قلت لك يعني نحن ما نكتفوش بالحل السياسي والحل الأمني أو العسكري، بس يجب أن يكون فيه أيضا هذا المسار، مسألة الموارد، مسألة الثروات، مسألة العدالة في توزيعها، مسألة يجب أن تكون. هذا لم للأسف الشديد لم يأتي عليه الدستور على الإطلاق، وهذا سبب وقوفنا موقف سلبي من الدستور. كنا نتمنى أبرز ما أخذك على مشروع الدستور الحالي، يعني إنه يعني المركزية من جديد، وإن توسع في الحكم المحلي يعني من باب ضرر رماد في العيون، أنا اعتبرت ذلك. وأنا بالمناسبة كتبت كل ملاحظاتي يعني على الدستور بالمادة، يعني كتبت يعني الدستور لما ينص على أن كل موارد الدولة تذهب إلى الحساب، إحنا معنا بنكرس نفس الفكرة ونفس المركزية، ويحيل في كثير من المسائل المهمة والتي يجب النص عليها في الدستور يحيلها إلى القوانين. وهذه إشكالية أخرى في آلية إصدار القوانين وكيفية إصدار القانون داخل هذه الأجسام التي جسدها وكرسها الدستور نفسه، يعني يتبنى فكرة المغالبة لهذه الجو. هذه مسألة لا يجب أن تكون بعد هذا الصراع المرير، نخرج من حرب ومن تطاحن ومن نزاع مسلح على مدى أعوام، يجب أن نخلص إلى دستور توافقي. وهناك من لا يريد كلمة توافق، نحن والله هيئة منتخبة ووضعنا الدستور خلاص، لا، يعني في كل الأحوال نحن يجب أن نعلم من قيمة الوفاق، لأن نحن في مرحلة تشظون بنجمع البلد. فلذلك أنا أقول بأن مسألة الدستور قد إرجاءها، القاعدة الدستورية التي نبني عليها انتخابات موجودة
متوفرة سواء كان في الإعلان الدستوري أو في مخرجات لجنة فبراير موجودة، ونستطيع أن ننتخب حتى رئيس، هذه ما فيهاش أي إشكالية ولا تحتاج منا يعني قرأت الدستور جيدا وقيمته. نعم. وكتبت عليه أستاذ عبد الحفيظ. نعم. كما في كثير من المواد لكن يعني كيف تفسر أستاذ عبد الحفيظ دعم تيار الإسلام السياسي الإخوان المسلمين أيضا لمشروع الدستور هذا؟ لا انا اي حد يدعم مشروع الدستور انا ما نقولش، مش كل واحد يعني يدعم سون نقول عليه اخواني والله كذا يعني. لا 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 اكيد لا لا يعني نتحدث عن هالقصه هذا. نعم. كل واحد يدوي يا احمد لا 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 استاذ عبد الحفيظ احنا لم نقل انه كل من يعارض مشروع الدستور اخواني لكن اتحدث عن وسائل اعلام اخوانيه وايضا عن حزب العداله والبناء الذي رفع شعار التمرير تمرير الدستور اولا قبل الانتخابات وهم يتحدثون عن مشروع الدستور الحالي هذا. انا مصطلح التمرير هذا يعني لاحظت انه يعني يستعمل فيه الكثيرين يعني تمرير هذه لن تمر وهذه تمر وهذه مش بإرادة حد هي هي بإرادة الليبيين لان هذا الدستور يبي يتم الاستفتاء عليه من قبل الليبيين. انا عندما كتبت وعندما تناولت وعندما فصلت في مسألة الدستور ما نخرجش على المسار اللي رسمها الاعلان السوري اللي هو ان يطرع على الاستفتاء، ما فيش اراده تمنع ان هذا المسوده المعيبه انا اشوفها المعيبه انها تطرع على الاستفتاء، فيش قوه تمنع ذلك، واللي اذا كان منع بالقوه هذا مخالف للمسار الدستوري على فكره، اذا منع بالقوه كما نلاحظ حتى الان انه يمنع بالقوه هذا لا يجوز. الشعب يا اخي واعي، انتوا ليش انتوا راهنوا على وعي الشعب بس، ليش دائما نحن نحتاج وصيه علينا يعني؟ معلش بنخرج من القصه هذا، انا نحتاج وصيه علي يقول لي لا الدستور هذا فلذلك لانه مش في صالحك انا نمنع بالقوه، لا ما تمنعش بالقوه، لا نمنع بالسلم بالصوت نتاعي لا. من الذي يريد ان يمنعه بالقوه؟ نعم من الذي يريد ان يمنعه؟ من يمنع الاستفتاء، من يمنع صدور قانون الاستفتاء وعرضه على الشعب هذا يعتبر الشعب الليبي قاصر ولا يجوز هذا الدستور ان يعرض على الشعب، هذا اللي يمنع بالقوه، لا انا تعال انا مانيش قاصر. وانا افهم منك يعني انا نقول لك حاجه الليبيين وعموم الليبيين انا قلتها في كثير مناسبات افهم حتى كثير من النخب الليبيه او من يصنف نفسه من النخب الليبيه وهذا الوعي تجلى في اكثر من مناسبه بس ما فيش من يسجل ومن يدون ومن يطلع ومن يلاحظ ومن يتابع الليبيين واعيين الدستور هذا معي انا نقول لا عليه الدستور بس انت طلع لي قانون الاستفتاء دير الدوائر دير الضمانات اللي تشوفها ثلاث دوائر بدل من دائره واحده وكل منطقه تقول والله كل اقليم زي ما يقول تقول وخليه يطرح استفتاء احنا انا واثق من ان حيقولوا عليه لا ليبي الدستور ليش لان ما يحققش مطالبهم يعني بعد هالمخاض وبعد هالسير الدامي هذا نجو الدستور مازال يكرس لي المركزيه سلطه الدوله كلها في جهه ويكرس كل مواردها في جهه معينه ونقد انا اللي عندي الموارد تطلع من تحت كان نستجد وكذا بناخذ موارد هذا مش حيكون طبعا مش حيكون لكن مش حيكون باداء ديمقراطيه خلاص ملينا من قصه العنف والكذا وان هذا يمنع وهذا وصيه على الليبيين وهذا كذا الليبيين ما فيش وصيه عليهم يا رجل هذا يجب ان يكون واضح نقول لا نقولها بالفم المليان وقدام الله والعالم نحط لا لهذا الدستور ونعيد الدستور مجددا ونتوافق على الدستور انا اتمنى ان نمضي في العمليه الديمقراطيه في هذا المدى يتجذر وعي المواطن الليبي يتاكد سلطه المواطن الليبي اللي يمارسها واللي ما يبيش يمارسها هو حر ولكن انا مارسه انا عمري ما كنت سلبي نشارك في كل الاستحقاقات الانتخابيه ونعطي راي واذا كان اخطات الان اصحح من خطاي وهكذا تتجذر الديمقراطيه طيب. لكن نحن نظل نتحدث عن ثقافه ديمقراطيه ولا نمارسها نظل نتحدث عن يعني حقوق ديمقراطيه ولا نمارسها هذا يعني لن يؤدي بنا الى نتيجه نحن ماناش قصر ونحن ما فيش حد وصي علينا وايضا في اطار توعيه المجتمع الذي تعتقد انه سيقول لا لهذه المسوده التي وصفتها بالمعيبة رغم أن هناك أيضا كثر طبعا. يؤيدونها لكن أيضا وكثر يعارضونها أيضا. وكثر يعارضونها طبعا. لكن طبعا. أيضا لا يمكن تقسيم المجتمع سياسيا على أساس الموافقة والرفض بمعنى أنه يعني كل من يرفض هذا المشروع هو إخواني أو داعشي أو العكس لكن أيضا يحق للمشاهد أو المواطن الليبي أن يعرف الأسباب يعني صحيح. هل هناك في مواد الدستور ما يدعم هذه التيارات تيار الإسلام السياسي لذلك هم يؤيدونه ويدفعون باتجاه الموافقة عليه يعني السؤال طبيعي جدا يا أستاذ عبد الحفيظ لا يا أحمد أنا أقول لك حاجة بالنسبة للدستور أنا ملاحظاتي على الدستور مش في هذا الاتجاه لا مش في هذا الاتجاه على الأطلاق ولا أعتقد أن الأصوات التي تعالى ترافض هذا الدستور هي من نواحي توظيف الموارد والعدالة في توزيع الموارد لكن في من يتحدث عن دور والمركزية المقيتة دور كبير لدار الإفتاء على سبيل المثال بعض المصطلحات
المستخدمة صحيح في صحيح هذا صحيح الأمر أيضا تخوف مشروع ومحق من يتخوف من هذه المجموعة لأن هذا دستور يعني بيحكمنا لعقود ومش من السهل أنك تعدل الدستور. البعض يقول لك والله بعد خمس سنوات لا لا من عليش أنا بعد خمس سنوات هذا عقد اجتماعي بيحكمني بيحكم أجيال فيجب أن يكون يعني أفضل من ذلك بكثير. أنا عندي ملاحظات من أول مادة من الديباجة اللي مش ما فيش ديباجة الغائبة إلى يعني الدستور ما ياخدش في الاعتبار معاناة الليبيين ونضال الليبيين وألام الليبيين على مدى عقود من الزمن عرفت كيف مقارعة الليبيين للاستعمار. أقرأ دستور تونس وشوف الديباجة بتاعه أقرأ دستور مصر وشوف الديباجة بتاعه حاجة فخر لأبناء مصر ولأبناء تونس. نحن اللي أبدى الناس في أن يكون لدينا دستور بعد مرار وبعد انعدام الدستور ما عندناش دستور أصلا. شوف من كم سنة ما عندنا دستور لما نضع دستور ما نديروش ديباجة محترمة لكن هم يتحدثوا يعني المدافعون على مسودة الدستور يتحدثوا يعني عن غياب هذا الأمر الذي كان متعمدا حتى لا يتم جر البلاد إلى خلافات أخرى. تعرف طيب أنه ما يجري الآن يصفه الكثير بالحرب الأهلية أيضا خلاف على حتى المسميات الأولى ما جرى في 2011 بين تيار يسميه ثورة وتيار آخر يسميه نكبة هذا خلاف على سبيل المثال لا الحصر. إذن المدافعون عن مسودة الدستور أيضا لهم حججهم. أشوف فيه ليبيين يبوا دستور يبي ينهوا المراحل الانتقالية ملوا سئموا من المراحل الانتقالية. نحن من 2011 في المراحل الانتقالية متعاقبة. الدستور لو أقرينا الدستور للبلاد فعلا حنتخلصوا من المراحل الانتقالية وتكون انتخابات دائمة مجلس الشعب ورئيس للدولة وسلطة تنفيذية ويبقى مثلا ما فيش حد يكرهها. لكن انك انت تحط دستور والدستور هذا ما عليش توافق للاسف وصاحب اقراره مشكله وحتى ولو تم بالتصويت وكان في اغلبيه وكان في من كل الاقاليم اللي صوتوا على الدستور ولكن محتوى الدستور اللي بيحكم الناس ما فيش يعني ما يحقق الاهداف اللي هم يعني من اجله. لان الثوره شئنا او ابينا جزء منها ضد المركزيه وضد التهميش وضد انعدام العداله في توزيع الثروات والاستفاده من الخيرات هذه حقيقه ما نتعاملوش عليها. نقدر نحن نحل الموضوع سياسي وامني وبعدين تتفجر مشكله الموارد من جديد وندخل في قتال جديد وفي صراع جديد من اجل الموارد. لماذا نحن لا ننزع الفتيل ونمضي في 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 تسويه يعني الدستور شاملة بصورته الحاليه التي تعتقد انه معيب ويكرس صراحة. المركزيه ويفجر الصراع مستقبلا بالتاكيد انا قلت ذلك بصراحه بكل تاكيد. فليش يزعلوا اخواننا لما نحن نبدو ملاحظاتنا على الدستور حتى زملائنا في الهيئة التأسيسية المفروض يتقبلوا كل الآراء. هنا يأتي دور النخب. تخيل أنت مسؤول يصرح أنه مش مطلع على الدستور هو مع الدستور وإقراره ومش مطلع عليه يعني كيف يعني وهذا مسؤول يقود في جسم رئيس مجلس الدولة. طيب يعني هذا مش هذا كلام لا يقبل على الإطلاق. من عامة الناس نقبل الناس يا أحمد مش يعني تو أنت كان نحكوا على مواد الدستور كثيرين ما يهتموش ولكن أنا نتحدث بلسان الناس البسطاء ونقول الدستور هذا انفهم الناس. أنت تبي تقول لا أو تبي تقول نعم ليش لأن واحد اثنين ثلاثة كذا نحن ما نبوش إشكالية ما نبوش كذا. أنا واثق بأن حيكون لا ولكن أنا لا أستطيع أن أخرج من المسار السياسي والديمقراطي اللي ارتضيناه طيلة المرحلة واللي ما زال يحكم المرحلة. أريد أن أختم معك أستاذ عبد الحفيظ غوغا من سؤالك عن مؤتمر باليرمو إلى أين يمكن أن يصل؟ أنا قلت لك يعني نحن ما زلنا البحث عن ليبيا جاري في عواصم العالم نبحث عن ليبيا في عواصم العالم نتركها لا يمكن أن نجد ليبيا في عواصم العالم؟ لا طبعا لا بكل تأكيد وفهم لن يختلف على باريس شيء لن يختلف على جنيف شيء لن يختلف على كل المؤتمرات السابقة التي خرجت بنقاط وخرجت ببيانات وكانت وكنا نتفق مع تلك البيانات ونبارك تلك الخطوات والتحاور وجلوس الليبيين مع بعضهم ولكن نبارك أكثر لو تمكنوا من الجلوس داخل بلادهم لو أعلوا المصلحة الوطنية بمعزل عن الأجنبي في حضور يا سيدي الأمم المتحدة الراعي اتفاق ولكن يضعوها هم أمام مسؤوليتها في إنفاذ ما يتم التواصل إليه. لكن كيف قرأت الدولة الإيطالية الآن؟ أن يكون ولكن أن نحن يعني نمتنع عن القيام بواجباتنا ونضيع يعني الفرصة تلو الأخرى ثم نركض في عواصم العالم للبحث عنها فهذا لن يجدينا أعتقد لا باليرمو ولا غيرها يعني. هل يمكن أن يكون مؤتمر باليرمو رد إيطالي على مؤتمر باريس وقبله لقاء لسانكلو؟ نعم قد يكون في هذا الجانب وأنا حسب التصريحات يعني أو حسب ما يؤخذ من تصريح بعض المسؤولين الإيطاليين أنه لن يكون يعني معاكس لما تم في باريس وهو مكمل وضمن الاتفاق السياسي. إذا لكن باريس يدعو إلى انتخابات إيطاليا لا تدعم هذا التوجه. نعم باريس تدعو إلى انتخابات
ومؤتمرها قر هذا الامر، لكن ايطاليا اعتقد الخلاف كان حول المواعيد، لان لان باريس نقول لك باريس يعني انا اتفق تماما مع النقاط الثمانية جت في باريس، ولكن كنت متحفظ على المدد، يعني عندما يحدد الموعد في منتصف سبتمبر للقاعدة الدستورية ويحدد في منتصف ديسمبر للانتخابات، اعتقد مواعيد غير يعني اخذا بالفترات الطويلة التي استغرقتها الهيئة التأسيسية واستغرقها مجلس النواب واستغرقها مجلس الدولة والله حكومة الوفاق، فهذه مواعيد ما كانتش يعني. المحامي والحقوقي الأستاذ عبد الحفيظ غوكا، شكرا جزيلا لك. العفو. الشكر موصول لكم أنتم أيضا. في ختام هذه الحلقة التي جاءتكم تحت عنوان المشهد السياسي، ثنائية التعقيد والضبابية، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات معدها أحمد سالم، تحياتي أحمد دقمان، في أمان الله.